أنشئ البنك المركزي الأوروبي عام 1998 لإدارة السياسة النقدية في منطقة اليورو، وترأس البنك اليوم كريستين لاغارد. والبنك الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقراً له يدير نظام اليورو الذي يضم البنوك المركزية الوطنية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، ويدير البنك المركزي تالياً السياسة النقدية لكل واحدة من الدول الأعضاء، وتؤثر قرارات البنوك المركزية على الاقتصاد. فللبنك المركزي في الولايات المتحدة مثلاً هدفان رئيسيان: الحفاظ على نسبة بطالة متدنية والتحكم بنسبة التضخم. أما البنك المركزي الأوروبي فيعطي استقرار الأسعار الأهمية الكبرى، فهو يسعى قبل كل شيء إلى الحفاظ على نسبة تضخم بحدود 2%، وهو يحقق ذلك بتثبيت نسبة الفائدة. فما هي الآليات المتبعة لبلوغ هذا الهدف؟ بادئ الأمر يحدد البنك نسبة الفوائد، وتؤثر قراراته بشكل مباشر على سياسة الإقراض في المصارف. ففي أوقات التقلبات الاقتصادية يرفع البنك المركزي فوائده، ومع نسب عالية تحد المصارف من قروضها وتعتمد نسباً غير مغرية. إذا كان النمو بطيئاً يخفض البنك فوائده لتشجيع المصارف على إعطاء قروض بفوائد مغرية، ما يشجع الاستثمار. والبنك المركزي الأوروبي يقرض مصارف الدول الأعضاء، وهو بالتالي لا يتمتع بحق إقراض حكومات هذه الدول، إذ يعتبر ذلك تمويلاً لعجز الدول الأعضاء.